تفيق بو 20 يقول للرأي العام كما قال المحكمة في جميع الأطوار أنه بريء من هذه التهم، يؤكد على براءته من جميع التهم خاصة التجار بالبشر والاغتصاب، ويقول كيف يعقل أن ينزلق هذا المنزلق، لا مستحيل، يقول توفيق بوعشرين مستحيل أن يرتكب هذه الجرائم، هو من أشد المدافعين على المرأة وحق المرأة في كتابته وفي مساره المهني المحفوف بالمخاطر أن يقترف هذا الخطأ الشنيع، هذا يقول مستحيل أن يقع فيه، وبالتالي هو بريء من التهم هذه. توفيق بوعشرين يقول أنه صحفي وليس معارضا سياسيا، لا يعارض أي جهة أو أي شخص، وقلم حر مستقل ينتقد ولكن لا يعارض. يقول توفيق بوعشرين أنه جميع كتاباته كلها في إطار التوابت الوطنية، مؤمن بالملكية، مؤمن بالوحدة الوطنية، ومؤمن بالإسلام، ويشتغل ضمن هذه التوابت ولا يخرج عنها، وهو أشد غيرة على سمعة وطنه وعلى سمعة بلده من أن تشوبها شائبة أو تدنس أو تشوه وطنيا أو دوليا. لذلك يدعو عقلاء هذا الوطن وحكماءه أن يعالجوا هذا الملف معالجة حكيمة تحفظ لهذا الوطن سمعته ومكانته المرموقة. يدعو الحكماء والعقلاء كما أنصف هاجر الريسوني أن ينصفوه، لأن ملف هاجر كاد أن ينحرف لولا التدخل الملكي الحكيم، فكذلك رجاؤه أن يتم إخراج الملف من أيادي ربما تكون ضعيفة، ربما تكون مرتبكة، ربما تكون، وأن تأخذه يد حكيمة متعقلة تنصف توفيق بوعشرين وتبعد عنه هذه التهم الجائرة التي هو بريء منها، براءة الدم الذئب من دم يوسف. يشكر توفيق بوعشرين بلسانه أتكلم، يشكر جميع المخلصين، جميع الشرفاء، جميع الشخصيات والهيئات الذين نصروه وأيدوه ودعموه طيلة هذه المحنة، ويقول لهم شكرا لكم، وبراءته يعني تصرخ أمام الجميع، ويقول لهم دفاعكم عني ليس دفاعا فارغا بل دفاع مبني على ثوابت وعلى قيم، ولن يخذلكم توفيق بوعشرين، سيظل حرا مستقلا برأيه وفكره، مؤمنا بثوابت وطنه، مدافعا عن حق المرأة وقضيتها، مدافعا عن وطنه، يرفع سمعة وطنه إلى أعلى عليين. وشكرا لكم. ما نعرفش، ما قدرش نقول لك، المرحلة الابتدائية كنت متفائل، دابا أنا خايف، ولكن مؤمن بعدالة قضية توفيق بوعشرين. المهم كما كنت مؤمن بعدالة قضية هذا الريسوني ودافعت عليها إلى آخر رمق، والحمد لله قلت في إبانه لا بد أن يدخل الحكماء والمتعقلون لهذا الملف، وكان ذلك بفضل الله تعالى، تدخل الملك وأنصف هاجر. أتمنى أن بنفس الخطاب بنفس الحلقة أقول على العقلاء والحكماء أن يتدخلوا لينصفوا الرجل، ولكن الحكم بيد الله، وإذا تدخل العقلاء لابد أن ننصف هذا الوطن، وأن نستخرجه من أيادي تريد أن تدنسه وأن تلحقه بالمتخلفين ديمقراطيا وحقوقيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.